السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، جبت لكم اليوم هذا الفيديو هذا كما كتشاهدوا. هذا السيد هذا كيصاوب الشمة أو النفحة، يعني كيصاوب الكالة، والله يحول أي واحد كيدير الكالة. كما كتشوفوا الإخوان، كيدير هذاك العود ديالها من الوسط، يعني هذا كيتسمى الورق ديال الطابة. كما كتشوفوا هو جمعها دابا، هو حسكها على جوج، هنا هو يديرها في هاد اللعيبة هادي. انا غادي نقصص فيها، يعني تتولي رقيقه بزاف. شوف كيفاش كيدير الاخوان، يعني غتتبعوا غتصدموا في هذا الفيديو هذا، يعني غتصدموا كيفاش كتصاوب الكالة. يعفو على اي واحد من قليل بشي حاجه، الله يعفو عليه. نسالك العفو والعافيه، الله يعفو على الجميع. كما كتشوفوا الاخوان، يعني الطريقه باش غيجمع هذيك الكالة، كيفاش غنجمع تتولي كالة. انا غيدرك راسك، هو تيحك فيها بيديه مزيان، هو غيديرها في هاد البلاستيك هادي، وغيسد عليها باش عاد شوية بشوية. هو سد عليها الاخوان في هاد اللعيبة هادي، هو جاب هاد البارتي هادي الصغيرة، هو مشى للقبصة الاخوان. هذا القبص غيدير فيها القبصة الاخوان، شوف 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 القبص. هو غيوريكم الطريقة كيفاش غيدير ليها. شوف 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 او كيحق مزيان باش هداك القبس يندمج، يعني الا درتيها غتولي حفرة في سنانك. شوف شي باين، الا شي باين قد قداش هو كيدير بحال هادشي. هاهو الاخوان، هاهو كيخبط فيها، كليها بالدوق، كتبوق. ممكن هذا هو الفيديو الاخوان، وتحياتي والله يعفو على اي واحد مجلد. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج وشي كومنتير زوين، وتحياتي.